السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا الفيديو راح يكون شرح طريقة استخدام برنامج 8085 Simulator. هذه هي أيقونة البرنامج، وهذه هي واجهة البرنامج اللي نستخدمها حتى نكتب أي برنامج. بالبداية نأخذ مثال كبرنامج بالAssembly Language: Write a program to add two numbers and two registers، اللي هنا register A و register B. أريد أجمعهم. قيمة register A 04 وقيمة register B هي 40. أبدي بكتابة البرنامج. بالبداية نحط هذه القيم بالتو ريجسترز عن طريق إعازات الموف أو الموف إميديت، لأن هي ديتا مباشرة راح ألودها بالرجسترات. فعندي أول إعاز اللي هو MVI A 04، أحط قيمة الريجستر A 04. MVI B register B أحط بقيمة 40 أو 40. بعدها أجمع هذه الـ two values من خلال إعاز add الـ B. راح يجمع الـ two values من register A و register B ويخزن الناتج النهائي في register A. بعدها آخر إعاز اللي هو الـ halt اللي هو يوقف تنفيذ البرنامج. عندي هنا عملية الجمع لـ 04 و 40 هي 44 بالهكساديسيمال وبالباينري. نقدر من خلال هذه النتيجة نعرف حالة الفلاج ريجستر اللي راح تظهر لنا من النتيجة. عندي الزيرو فلاج حيكون الزيرو فلاج حيكون عندي زيرو. الباريتي فلاج حيكون عندي واحد، لأن عندي even number of ones in the result. عندي الأوكسيلاري كاري فلاج زيرو، الكاري فلاج زيرو، والساين فلاج أيضا زيرو. لكل إعاز هذا المينمونكس إلى أوبكود خاص يتعرف عليه المايكرو بروسيسر ويفهم إنه هذا الأوبكود خاص بهذا الإعاز حتى يفهمه وينفذه. فأني من خلال هذا البرنامج راح أدخل بيه الأوبكود للإعاز، وليس كتابة الإعاز نفسه، لا، إنه لازم أعرف الأوبكود لكل إعاز وأدخله للبرنامج حتى ينفذ الإعازات من خلال الأوبكود. فأني بالبداية راح أنطي بالبداية طبعا أنطي الـ starting address لبداية كتابة البرنامج، يعني أنا وين أريد أخزن هذا البرنامج. عندي الـ starting memory تبدي من 8000، وإحنا طالعين هذا الـ user memory اللي إحنا نقدر نكتب عليها أو نخزن بيها من الزيرو إلى الزيرو زيرو زيرو إلى 7FFF. هذه الروم المخزونة بها، ما راح أقدر أتلاعب بها. فأني أبدي من 8000 وطالع، فأبدي أكتب مثلا أريد أني أخزن البرنامج بال 8000، أروح لل 8000 وأبدي أسيف أو أدخل أول أوبكود للبرنامج. فعندي 3E هذا الأوبكود لإعاز الـ MVI الـ A بديته. بعدها راح أدخل قيمة الديتا اللي أنا أريد أخليها بالريجستر A اللي هي 04. بعدها راح أدخل 06 اللي هو الأوب كود لهذا الإعاز MVI الـ B بديتا. بعدها أنطي أيضا الديتا اللي راح أخليها بريجستر A. بعدها أنطي أوب كود 80 لهذا الإعاز، وبعدها آخر أوب كود أنطيه إياه اللي هو 76 يمثل لي إعاز الهالت. نروح على البرنامج ونبدي طريقة التنفيذ بهذا البرنامج. أول خطوة، هذه خطوات ثابتة لازم تسجلوها يمكم حتى في كل مرة تريدون تنفذون بها البرنامج تتبعون هذه الخطوات. أول خطوة راح أنطي reset، بعدين أنطي exam memory، راح يتصفر لي كل شيء هنا بالشاشة. راح أنطي starting address اللي أنا أريد أبدي أكتب به البرنامج، حنطيه 8000. طيته 8000، هاي starting address لأول إعاز بهذا البرنامج. بعدها أنطي next. بعدها راح أبدي أكتب الأوب كود اللي تمثل لي البرنامج اللي أنا أريد أدخله. فأول أوب كود عندي هو 3E، بعدها أنطي next. شنو اللي أدخله بعد 3E؟ حنطي الديتا اللي أريد أخزنها بريجستر أي اللي هي 04. بعدها أنطي next. بعدها أنطي 06 اللي هو الأوب كود لإعاز الـ MVI B. بعدها next، بعدين 40، هاي الديتا اللي أريد ألودها بريجستر بي. بعدها next، بعدها 80 اللي هو الأوب كود للأد بي. next
76 الاوب كود للهال 20 next. لهنا خلصت كتابة الاوب كودز والديتا الخاصة بالبرنامج. نضغط الان على reset، بعدها اضغط على go. هنا go معناتها انه نفذت البرنامج. بعدها انطي الستارتنج ادرس اللي انا بديت بيه كتابة البرنامج اللي هو 8000، وانطيها انطي اكسكيوت. طبعا طلع لي هنا حرف الاي، حرف الاي معناتها انه البرنامج سليم ما بي اي ايرورز. تشوفون هنا الادرس اللي انا كتبت بيه البرنامج من 8000 الى 8005. هنا الاوب كودز اللي انا كتبتهن هو حيفهم هذه الانستركشنز وراح ينطيني اياها هنا بالانستركشن، وهنا هذا الكولوم يمثل لي النمبر اوف بايتس لكل اعاز. هذا الاعاز الاعازات الموف حتكون عندي عباره عن 2 بايت، لان انا عندي الاوب كود وعندي البايت الثاني هو عباره عن الداتا الايميديت الموجوده بالاعاز، وهذا الاعاز الثاني ايضا 2 بايتس. هنا ال 2 انستركشنز هذني معناته او قيمه عدد البايتس مالتها هي واحد فقط، لانه هي عمليه مباشره ما تحتاج الى داتا، تاخذ الداتا انترنالي فروم ريجسترز اوف مايكرو بروسيسور، فما تحتاج الى بايت ثاني، حتكون عباره عن 1 بايت. هنا الريجسترات طبعا كلها تغيرت. ريجستر اي راح صار انخزنت بيه النتيجه اللي هي 44، ريجستر بي صارت بيه قيمه ال 40 اللي احنا حملناها، بقيه الريجسترات ما صار بيها اي تلاعب لان احنا ما استخدمناها. وعندي الفلاج ريجستر صارت بس عندي قيمه البارتي هي 1 لان يحتوي على ايفن نمبر اوف وانس. الى هنا انتهى هذا الفيديو، كان تنفيذ لـ example بسيط بالـ 8085 instruction set. ان شاء الله الفيديوهات القادمة او حيكون حتكون عن برامج متقدمة وتنفيذها من خلال هذا البرنامج.